السلام عليكم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اشتريت فاكهة غريبة فقلت أتعرف عليها معايا. قبل ما نشوف تفاصيلنا يا ريت ما تنسوناش باللايك، ما تنسوش كمان تفعل الجرس على الكل، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. لو بتشرفوني لأول مرة بنقدم على القناة أهم الأخبار من الدولة على السوشيال ميديا، مجموعة نادرة جدا من الفواكه والخضروات الموجودة حول العالم. بنحاول كمان نقدم على القناة أفكار جديدة للوصفات إن شاء الله ستنال إعجابكم. زي ما حضراتكم شايفين لما لقيت الفاكهة ديت فقلت اشتريها واتعرف عليها معاكم. بعد ما عملت بحث عليها لقيتها اسمها فاكهة المانجوستين. الفاكهة ديت هي نوع من الفواكه الآسيوية، انا بقطعها معاكم دلوقتي بعد حوالي اسبوعين من شرائها. اول يوم اشتريتها فيه كانت الطبقة الخارجية ناشفة جامد، لما تيجي تقطعيها بصعوبة، فقلت اسيبها شوية يمكن الطبقة الخارجية تبقى طرية معايا. الحقيقة للأسف هي الطبقة الخارجية ما طرتش ولا حاجة، ولو كنا سيبناها كمان شوية كان ممكن باظت معانا. اول يوم فتحناها معانا كانت الفاكهه من الداخل زي ما حضراتكم شايفين لونها ابتدى يغمق شويه من الداخل. اول ما تفتحيها اول يوم هتبصي تلاقي لونها ابيض خالص شبه لون القشطه كده او لون البوظه، ولكن لو سبتيها شويه او لو غيبتيها عندك هتبصي تلاقيها اتحولت للون الداكن وممكن تبوظ معاكي. يعني هنا ما تستنيش للطبقه الخارجيه ان هي تبقى طريه معاكي. الفاكهه المانجوستين مشهوره في بعض الدول الاسيويه خاصه في تايلاند. يعتقد ان هذه الدولة تحديدا هي الموطن الاصلي لفاكهة المانجوستين، وبعد كده انتشرت فاكهة المانجوستين لبعض الدول الاسيوية التانية زي فيتنام والهند وسنغافورة. الشكل الخارجي للفاكهة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين واخدة الشكل الدائري، القشرة الخارجية واخدة ما بين اللون البني واللون الاسود، وشكلها من الداخل بيكون ابيض جامد، بيكون لونها فاتح جامد شبه لون البوظة او شبه لون القشطة، وكمان شبيهة في طعمها. يعني لما قريت عليها لقيت طعمها واخدة نكهة الفرالة او نكهة المشمش، لكن للأسف لما جيت وقتها هي واخدة شوية طعم فاكهة الليتشي اللي كنا اتكلمنا عليها مع بعض، او طعمها قريب شوية من طعم العنب. زي ما حضراتكم شايفين في صعوبة جدا ان انت تقطعي الطبقة الخارجية، فحاولي هنا طبعا تكوني حريصة جدا وانت بتقطعي الطبقة الخارجية عشان توصلي للجزء الداخلي اللي هو بيتاكل جامد، ويفضل هنا ان انت ما تسيبهاش كتير عندك عشان هنا لو سبتيها هتبوظ معاكي. لما قريت على الفاكهه ديت زي ما قلت لحضراتكم الفاكهه ديت طعمها قريب شويه من طعم فاكهه الليتشي. اللي حابب يتعرف على فاكهه الليتشي ان شاء الله هسيب لكم رابط الفيديو في اول تعليق. الفاكهه ديت من الفواكه لما قريت عليها لقيتها من الفواكه المحاربه للسرطان، كمان كويسه جدا ليه، بتحسن من صحه اللثه وبتخفف من نزيف اللثه وبتقلل كميه البكتيريا السيئه الموجوده في اللعاب، بتحمي الجسم من الاضطرابات الهضميه وبتنظم مستوى سكر الدم، كمان محاربة لبعض الأمراض العصبية وليها فوائد تانية إن هي بتحسن صحة ومظهر البشرة، وكمان بتقلل مستوى الكوليسترول السيء في الجسم وبتحسن مستويات الكوليسترول الجيد، وبتقلل كمان من ضغط الدم المعوي وبتقوي جهاز المناعة وتساعد على خسارة الوزن، وكمان هنا الفاكهة بتاعتنا بتصارع من التئام الجروح. ليها فوائد عديدة هنتكلم عليها بعد كده إن شاء الله بالتفصيل. أتمنى نكون أفدناكم في الفيديو بتاعنا. انتظرونا بإذن الله مع فاكهة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تشتركوا للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.